فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو أفضل وقف يمكن للإنسان أن يجري فيه هذا الأمر؟ الأنفع، الشيء اللي فيه نفع هذا أفضل، ونفعه يعني مستمر، ونفعه أيضا معتبر، يعني للفقراء المحتاجين، للمساكين. أما النفع اللي ما هو معتبر وإنما هو شيء مؤقت، هذا ما يصلح للوقت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.